ومن ادعى أن هذا من قبيل الذكر هذا ذكر محدث إن كان ذكرا، وإلا لو تتأمل إلى تلك الموالد التي تقرأ كمولد الديبعي وغيره تجد أذكارا بدعية وأبيات بدعية، وكذلك أيضا أذكارا شركية، وتجد فيها من الغزل والعياذ بالله والمجانبة الحق، وإن كانت ذكرا إلا أن هذه الكيفية بدعة. فالبدعة قد تكون في أصلها وقد تكون في كيفيتها. وقد جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه دخل المسجد فرأى حلقا، وعلى رأس كل حلقة من تلك الحلق رجل بيده حصى يقول سبحوا 100 فيسبحون، ويقول هللوا 100 فيهللون، ويقول كبروا 100 فيكبرون. فأتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا في المسجد أنكرته. قال ماذا قلت لهم؟ ثم أخبره أما رأى. قال ماذا قلت لهم؟ قلت لم أقل شيئا انتظار رأيك فهو أعلم. فقال عبد الله بن مسعود أما إنك لو قلت لهم لو عددتم سيئاتكم لكان أحرى أو خير لكم من أن يعني تنشغلوا بهذه البدعة أو بهذا المعنى، أو كان خيرا لكم. فذهب عبد الله بن مسعود وأبو موسى ووقف عبد الله على بعض تلك الحلق فأنكر عليهم صنيعهم. قال رضي الله عنه منكرا عليهم هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، أو مفتتحوا باب ضلالة، أو أنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنكر عليهم قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. وقال بعضهم إنما نذكر الله. فقال وكم من مريد للخير لم يدركه. قال أبو عبد الرحمن السلمي فوجدنا كثيرا من أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، أي مع الخوارج والعياذ بالله، لأن البدعة لا تدعو إلا إلى بدعة وإلى شر، والطاعة تدعو إلى طاعات، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أما من أزاغ الله قلبه بباطل فيزداد زيغا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين.